أنا اسمي صلاح حسن السيد محمد من قرية رأفة الأسوية مركز المنشأة محافظة الصهاي، ونشكر السيد الرئيس على مبادرة حياة كريمة، وإن شاء الله يطوروا لنا البيت كده ويعملوا لنا بيارة كده ونعيش عيشة آدمية كويسة كده إن شاء الله. أنت معك كم عيل؟ أنا معايا 4 عيال. تمام. كلهم في مكان واحد و... في بيت جوزتها وبتين وبت قاعدة معايا وولدين. البيت الحالي كان شكله إزاي؟ البيت كان يعني مبني بلوك ومعمول ببوص، وكان يوقع علينا عقارب كده يعني، لكن بعد ما يتم سقف البيت بتبقى حاجه نظيفه طبعا، وحاجه الواحد يعني تبقى عيشه كويسه، عائله يذاكر يروح المدرسه يفتح كتاب زي كده يعني. يعني اللي هيحصل ده هيطور حياتك وحياتك. طبعا طبعا. Thank you.